دير بيدك تعاون امي ربي تعاون امي يا ربي تعاون امي يا والله الا عتي شان نقول لك واحد الاحساس كيجي من بعد انا كتحقق واحد الحاجه لوالدي كيجي واحد الاحساس صعيب بزاف والله ما غيحسوا به غير المرضيين اللي كيديروا المستحيل. واخيرا المتتبعين ديالنا الاعزاء جينا نشارك معكم المفاجاه ديالنا والفرحه ديال العائله ديالي الصغيره. شان نقول لك كان الحلم ديال الوالده ديالي مسكينه وتحقق لها هذا النهار الحمد لله ربي قال امين ودارت واحد الخطوه وكنتمناكم تدعموها وتزيدوا توقفوا معها في هذه القناه لانه بصراحه باغا توصلوا بها بزاف د الحوايج وماشي عيب ماشي عيب الا خدمات على راسها وماشي عيب الا قومات ودارت بزاف د الحوايج لينا بابا والحمد لله هذا النهار هذا درنا واحد الخطوه في حياتنا الله يلا بزاف ودارت ماما البقعه ديالها كتبنا الحمد لله يا ربي واش غنقول لك واحد النهار اللي مميز انا بالنسبه ليا عرفتي فرحت بزاف المتتبعين وكيرجع ليا تين ولدي الله يرضي عليه ونسابي الله يجعل ربي يطول لهم في العمر ويعطيهم شي حاجه ان شاء الله ويخلي لي راجلي عاوتاني حتى هو راه تعبان حتى بابا مسكين كيمشي مع الخدامه المتتبعين كيعاون وكيدير ما بغيناش نشاركوا معكم ان غنبنيو حتى تكمل الطبله باش غنشاركوا معكم الطبله زوينه وغادي تجي اختي من الدار داك الشيء عاوتاني على الشارع وداك الشيء صراحه الله موقع المتتبعين موقع جوار اونفاس مع الشارع وهنا يطالع واحد الشارع تبارك الله الكبير ودابا غادي تجيو باش تشوفوا معنا البقعه اللي ان شاء الله اختي منى كانت كتحلم كتمنى نهار تتمنى البقعه ديالنا. مرحبا بالمتتبعين اللي كيبغيو ماما مرحبا بهم والف الف مرحبا اللي جا عندنا غادي نستقبلو احسن استقبال ان شاء الله وان شاء الله حتى هي دير التواسع حتى هي تديني تعيش حياتها كيف ما باغا. شكرا لكم حتى الموقع غزال فيها شكرا مسافي وشكرا ياسين ولدي شي حجه ان شاء الله امين يا رب امين ابا محمد وهذا ما كان المتتبعين كما كتعرفوا معنا نتمنى تفرحوا معنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله سي عاليه فنا يا 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 فيها 100 متر يا المشاهدين وفي الخروج الفوق فيها 120 متر 120 متر بالنسبه لبا محمد وخا تيمنا خصهم يعاودوا الاولاد ايوا بيني وبينك بزاف عليك ابا كبير عليهم جوجهم لا لا ولاد السي ريان هي ريان ريان تعيش مع با هنا امي شنو فين غادي تسمعاهم؟ نجلس معاهم هنا هنا طلع فوق البقعة طلع طلع راك خفيف غير طلع 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 عندنا رجلاتك راهي راه عاد دارت اي سير 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 غير بشوية سير غير بشوية انت اللي غاتشنا غير سير والله الا غير سير سير ريان ليه شوف ريان 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 سير ليه سير ليه سير ليه غير سير اسير خليه يدير لكم البصمة يا تيتي تبارك الله خليه يتسارى فيها تبارك الله يعني المشاهدين ديال البقعه ديال خاتي يمنى ما شاء الله اللي كانت مسكينه كتمنى وكان الحلم ديالها باش انها تيتي باش تبنيها ان شاء الله كان الحلم ديالها والحمد لله ربي حقق ليها هذه الامنيه هذه وراه تبارك الله بدا يلاه اليوم داروا لي الطبله راه عاد قبيله جبت لهم الغداء تغداو لهيه شي متتبعين قالوا لنا بلي راه زعما الدار اللي غادي ديروا يعني عرفوا وكاين شي وحدين ما عرفوش ولكن صراحه شنو نقول لكم يلا اجيو ضرب البقعة ديالكم طفوا عليها أميمة هذا صح عرفتي ولا؟ صراحة الله ياسين والله إلا عجبتني أنا غير من ناحية الطبلة شوف الطبلة تبارك الله كلات تبارك الله شكرا عرفتي كلات القوامات الطبلة تبارك الله طحت عليهم بغسل الفندق ولكن ماشي مشكل الإنسان هو اللي كافح وتقاتل الإنسان هو اللي كافح تبارك الله دابا خالتي منى خالتي منى عطاوك جوج كراجات عطاوك جوج كراجات على الشارع لان غيكون شارع كبير هنايا ها والشارع الكبير هو هذا راه فين كيدوز الطوموبيلات تبارك الله كما كتشوفوا معنا داك هو الشارع الكبير وهنا هو طالع الشارع من هنايا يعني قدام خالتي منى قال طالع كامل غيكون واحد الرومبوا ليه وجاو عطاوها جوج كراجات عطاوها كراج هنا وكراج ليه وباب ليه ديال الدار باش ان شاء الله هنا فين بقى يكري با محمد كراجات ويعيش بهم ويعاون بهم راسو نديرو شي قهوه ان شاء الله ان شاء الله با محمد بغيتي دير القهوه ان شاء الله حيت عندك هنا كوميرس اخالتي يا ميم عندك البقعه كوميرس صافي شوف المتتبعين فابور البراني 120 140 المشاهدين الله يكثر خيرهم با محمد المتتبعين فابور صافي يردوا لنا غير الكيسان تاهي العصير لا المتتبعين العصير العصير ضروري يا با محمد تبارك الله جات عالية دابا هاد البلاصة راه قريبة لجداتي مسكينة تودا
هاد البلاصه هي فين كبرت ياسين وفين تزاديت الا بغيتي تعرف الحقيقه. هاد البلاصه في القنطره اقسم بالله انا انا بنت القنطره انا ماشي بنت سيدي عدي الفوق انا بنت القنطره هادي اللي بنت سيدي عدي انا تزاديت هنايا في القنطره زياده وخلوق وكبرت هنا وعارفه القناه هنا وعارفه كلشي هنا تبارك الله. دابا هادو راه الجيران ديالنا القدامين عاد رجعنا لهم اه والله امين اختي من ايوا هذا مكان كيفاش اتيتي المهم المشاهدين الفقعة ديال خاتيا من شباب تبارك الله كيفاش جات شنو رايان؟ انا بطل اجي دوز لهنا اجي دوز لهنا اجي دوز طلع الفوق بابا ولا ايوا شنو خاتيا منا شكون ما عبرتي باش كبار خاتيا منا لا دابا الفرحه واش الفرحه كثيره ولا جاتي كيدير ها ضرر الله شنقول لك يا سيدي الحلم ديالي هو هذا والبني شويه صعيب صعيب والله سيدي ربي يطولنا في العمر ويدير البركه ويجيب الرزق اللي ما عولنا عليه امين ايوا هذا الشيء اللي كانت انت راهي قول رسام ما ديرش هكاك لا بابا لا قول يا ربي قول يا ربي تعاون امي شوف راه نشدك دير بيدك تعاون امي دير بيدك بجوج ديالك يا ربي تعاون امي يا لا قرا القران قرا القران دير هكا قرا القران يا قول بسم الله صح بسم الله والرحمن والرحيم ايه يا لا قول لهم مصطفى 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 فإيتو بنبياء زيد يسعدوا 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 وفاء سير سير ابو راه سير هدي ابو راه اهلا ايوا هذا مكان المشاهدين شوفوا تبارك الله بابا عسير غير حاضر معايا اخا با محمد دابا راه مش ما يدوش فوق هاد البقعه هاد بقوت ما عزيزه عليه هذه هي البقعه ديال مي من تبارك الله ايوا الانسان كيتقاتل اخوتي وكيجتهد باش ان شاء الله باش يوصل لهذا الشيء هذا وجيتي تبارك الله تايا تعطات وخدمات وعاونات ميمتها وبرافو عليها لا بابا لا ما ديرش هكاك ما ديرش هكاك لهذوك واش ما تضيعش لامي شتي مسمر مزيانه هنا انت ماشي غير بصراحه الله هذا هو الحلم ديالي ياسين كنت كنعاون امي كنت خدامه معها في هذه القناه واحده من الجامع وكان نحاول انني يعني نحسن من الوضع ديالها الحمد لله يا ربي والحمد لله لحقت ياسين داكشي اللي كنت كنتمناه هادشي كله كنديرو على ود ميمتي الحمد لله يا ربي الله يحرمني منها وكنتمنى هاد الدويره نكملها لها ان شاء الله يا ربي باش تلقى حتى هي تسكن وتفرح ودير داكشي اللي بغات ماما من واحد النوع ياسين اللي مسكينه قالت لك مسكينه قالت لك لا حتى انا خصني ندير داري قالت لك باش ما ومسكينة تيقد خدامة في هاد القناة كنتمنكم غير دعموها وتزيدو معاها القدام إن شاء الله وقبل ما تمشي أختي أما إلا مشات أختي مشى لي السنة الثانية دابا أمي ما باش عارفة واحد القضية راه فلوس العرس ما بقات لا فلوس لا والو كلشي كلشي غاتديه لنا الدار كلشي غانصيفطوك أنت غانصيفطوك غير بالبندير واخا نعرفو واخا نعرفو غنجيب غندير حتى المطار غنقول لهم الفلوس وري لي المهم واخا نعرف بعض المرات في حياتي كلشي غتدي يدي لنا البلي اجيتي واخا نعرف ان راه هاد الطبله هادي خاويه وندير اختي ان شاء الله يا ربي العرس ديالها ما تفطاش بلاش انا كنحس براسي انا مسؤوله عليها اكثر من ماما مسكينه والله انت كبيره عليا بسبع سنين راسي تقولي لي راه غير خوك كنقول لها شتي اختك هضري مع خوك ديال الخوك تقولي مسكينه غير خوك اي والله يخلي عليا والله امين البنات البنات ديما تيكونوا حنان والله لا ويلي بزاف والله الا عرفتي اش نقول لك واحد الاحساس كيجي من بعد انا كتحقق واحد الحاجه لوالديك كيجي واحد الاحساس صعيب بزاف والله ما غيحسوا به غير المرضيين اللي كيديروا المستحيل صافا يا سي قطع الكاميرا قدرش نكمل ايوا واش نقول لك الله يخلي لكم الام ديالكم والوالد ديالكم مع القسم الى برشيد الصحه ديالي راني نتيجه ديال الحياه لالا اميمه يا كي جاتك الدويره تبارك الله هذا باغي تطلعي تطلعي شو دابا بقيت مع با محمد حاضرين بقى ديري غير شوف انا مشينيش اش فات با محمد دابا سمي 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 با محمد اه شنو شفات كاع هكاك واش نشفات كاع والله واش نشفات اسمع نشفات هنا حيت بداو من هنا بداو العماره من هنا صح با محمد عم شوف غير هنا في الجن ويلي
شاف الجنة ربا محمد ابو شهيد هذاك ربا محمد هو خالتي تيش هذيك راه اخت خالتي يمنى ايوا هذا ما كان اخوتي والله يجعل كلشي مبارك ومسعود والله يكمل الله يجعل ربي يسهل على كل واحد اللي كيتمنى شي حاجه في حياته الله يسهل عليه دابا تيتيش واحد القضيه بغيت نقولها لك راه حداها الحمام بعد انت حداها الحمام راه فيه الدخان ها هو الحمام وحداها تبارك الله الجامع راه هو ذاك ها هو ذاك الجامع وتبارك الله جات على الطريق كما قلت لكم خاتيه من هذه حداها شارع قدو قداش وعندها جوج كراجات وغادي تجي السكنه الفوق وسكنه اخرى فوق منها وحتى هي ان شاء الله تكري دوك الكراجات وتستافد منهم ايوا الانسان اخوتي كيتقاتل من اجل والديه ووليداته ايوا هذا مكان البقعه هي هادي راه الناس مساكن فرحانين بها غير غاديين جايين عليها وخاتيه من عاوتاني الجيران ديالها جدات تيتيشا ساكنه غير هنايا حدا هاد الدار هاديها يعني قربوا عندك الطيحه هذيك دابا ان شاء الله نشارك معكم ما تشديش تيتيش فيك القطبه كتحركي وما كتبقاش ديك البلاصه شاده مزيان ماشي مشكل ياسين صراحه ديال المفاجاه ديالنا متتبعين ونتمنى لكم ان شاء الله تكونوا فرحتوا معايا نتوما وبغيتكم تبغيونا الخير كيف ما كنبغيو عليكم والله يجعل ربي يسعد كل واحد ويفرح كل واحد اللي كيتمنى يدير الدويره ديالو الله يسهل عليه واللي كيتمنى يمشي للعمره ولا الحج الله يجعل ربي يسهل له فيها هادشي اللي بغينا نقول مشاهدين غنشد لكم مع ريان واحد شويه غتستمتعوا معاه ريان 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 اجي جي نقول لك اجي شوف شوف قالك المشاهدين سمع سمع قالك المشاهدين بغاو يسمعوا ديك مصطفى مصطفى قولها لهم اولدي يلا قولها لهم حبيب ديالي قولها لهم مصطفى مصطفى بنبيه للصفا يلا زيد ايدو بنبيه زيد نركب انا ونقول تركب غيرك فوق البقعه ونقولها يلا زيد يلا قولها بابا يلا قولها لهم يلا شوف فيهم وقول لهم لا عاود مصطفى 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 تنبيعو للصفا سعيدو تنبيع يسعدو للصفا ايه منبيعو للوفا اش قلنا ديال بالتي غنى بالتي بالتي يا ليلي يا ليلى واخا حنا يلا بالتي يا ليلي ويا ليلى بس يما وقالوني ننا ايه انا في قلبي غمة راه جيت شي خلي كل شي العفريت انت ريان ديالي شنو تما؟ اسمعها يمكن غير واحد شوية ايش جوج مرات ولا ثلاثة؟ والله إلا دخلت له العقل ويدي 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 صافي أبا محمد ويدي 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 صافي بقعة باقة جديدة تيتيش تيتيش البقعة باقة طرية خاتي يمنى البقعة باقة طرية جرحنا با محمد لا جرحنا با محمد جرحنا با محمد شوف با محمد كي جرحنا شوف شنو دير فينا شي الله العظيم جرحنا امي با جرحنا اسمح لنا جرحنا كا با محمد قال سامي دابا ايوا هذا ما كان اخوتي اش درتي ريان ويلي ويلي شوف السبردينا شوف السبردينا شوف شوف ويلي 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 بغا يمشي ويلي ويلي شوف ويلي 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 اش درتي درت انا اقول لهم مصطفى 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 زيد كمل زيد كمل مصطفى مصطفى حيدا لي يا زين حيدا لي يا زين ديالي ايوا المهم خليكم معنا متتبعين ديالنا ان شاء الله يا ربي حتى نشاركوا معكم حاجه اخرى ان شاء الله مازال ان شاء الله غادي تلقاوها ان شاء الله يا ربي عند ام يمنى ام تيتيش ان شاء الله وباي باي عليكم.